متابع كل المعطيات اللي قدامك او بتشير انه المشكل هو مشكل آلي اكثر مما هو ابعد من ذلك؟ ما شفت انا ابعد من ذلك للحقيقه هلا، وبدنا نتابعه لنقرر. انا شفت انه في سوء، في كتير نظريه يعني تنظير، اوقات بيكون في تنظير زياده عن اللزوم، وما فيك انت شيء ما قدرت تطبقه بايام السلم تيجي تقول لي هلا بدي طبقه بايام بحالة الحرب الطوارئ. بحاله الطوارئ نحن الناس يعني الناس عن جد على اعصابها، والناس ما عندها مقدرات. وبلشت الحقيقه هلا صرنا عم نسمع الناس يلي بالبيوت بتقول احنا ما قادرين بقى نتحمل ضيوفنا كنفقات، وحتى هن الضيوف كمان صاروا متأففين، يعني الوضع صعب. إذا إجت الشتوية هلأ والناس مثلا في ناس بيوتها مدمرة، شو رح تعمل الدولة؟ بدنا نضلنا بخلينهم قاعدين بصف؟ يعني هيدي كلها يجب أن تناقشها الدولة. هيدا هون دور الدولة بده يدخل وبده أساسي. نحن ليش الناس، ليش في حكومات، ليش في مجالس نواب، ليش في وزراء، ليش في نواب؟ مش لحتى تدير مصالح الناس، والناس هن الإنسان. أنا بدي شوف الإنسان، شوف حياته اليومية، كيف بيأكل، كيف بيشرب، كيف بيتحكم، كيف بيعيش. بدنا نشوفه نحن، وهيدا بده يكون براسنا حاضر لما أنا عم بعمل أي خطة لمعالجة الأوضاع يلي هلأ استجدت أو يلي بالأحوال العادية بتكون موجودة. وبرأيك جزء كتير كبير من الزملاء على الأقل على المستوى النيابي معك ما واعيين لحجم المشكلة؟ يعني كلنا نتذكر السجال اللي حصل في آخر جلسة في مجلس النواب عند يعني طرح مناقشة خطة الطوارئ، كان في لك تصريح بوقتها. هل هون منفوت بالشق اللي هل هو عدم تقدير لحجم الخطر اللي موجود أو لا؟ يعني مطلوب هذا الضغط من المنطلق السياسي؟ والله يعني أنا هو بدأ كأنه نحن متخليين عن واجباتنا لما بدنا نصرف ساعتين من جلسة لمجلس نواب عنوانها مناقشة خطة الطوارئ، لأنه نحن ما عندنا بحالة التحضير. نحن صرنا في قلب الحدث بالجنوب، في عنا ناس نازحين، في عنا قرى حدودية عم تقصف. فكانت الدعوة واضحة، مناقشة هذه الخطة، ونحن نعرف أنه الكلام السياسي اللي طالبوا فيه 1701، قرار الحرب والسلم، الانتخابات، كلها مواضيع مهمة، وكلها في منا آنية اللي لها علاقة بموضوع رئاسة الجمهورية أو قيادة الجيش، بس في مواضيع صار لها عشرات سنين وما حلناها. ما كان عنوانها هلأ نقعد نناقش فيها ونقول خلينا نحول هاي الجلسة لجلسة لمناقشة هذه الأمور. أنا ما بقدر يعني فسر، بس أنا شفت أنه كتير غريب أنه ما نحس بهول العالم ونشوف كيف عايشين، مع العلم أنه الكل بيطلع وبيستنكر. يعني هون لازم أسألك هذا السؤال، هول يعني ما رح نعدد أسماء أو ما رح نذكر أسماء، بس من يحمل هذا الشعار أو من يحمل أو من التصريحات اللي سمعناها أقل في هذه الجلسة، كيف بدك تطلب من نائب أو كيف بدك تطلب من شخص لم يكن له أي رأي بشكل أو بآخر على أي صعيد، ما كان له تأثير حتى فيما تعلق باتخاذ قرار ما معين، مش ردد العبارة قرار الحرب والسلام، أنك تطلب منه يكون في له صوت وتأثير لمعالجة تداعيات هذا القرار اللي هو ما كان جزء منه؟ عن النزوح، عن يعني ايه، يعني في اشخاص اعتبر في نواب اعتبروا انه في شيء اهم لازم نحكي عنه، هو انه من يمتلك قرار السلم والحرب. ما تسالوني بس او مطلوب مني انه انا اكون جزء من خطه الطوارئ او خطه للمعالجه، انا ما كان لي اصلا راي او دور. ما يجي على الجلسه، ما يحضر الجلسه السمبل اسدس، هالقد ببساطه ما يحضر الجلسه او يسكت. ما يحضر الجلسة أو يسكت إذا ما بهمه أمر الناس. نحن بهمنا أمن الناس وين ما كانوا، بجنوب بشمال بالبقاع، وين ما كانوا الناس بهمنا أمرهم. فاللي ما بهمه أمر الناس بتفاصيل حياتهم اليومية، ما إله معنى وجودنا بدون تفاصيل حياة الناس اليومية. هلا يمكن أني بهمهم رأي الناس، بس كمان بهمهم يكون إنه الرأي بمن يتخذ القرارات الكبرى. هيدا لبنان اللي نحن عم ندافع عنه، نحن عم ندافع عن لبنان بعتقد.